بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بعد ما خدنا نظرية الطلب ونظرية العرض، هنحاول ان احنا ناخد كيفية تحديد ثمن التوازن في حالة المنافسة الكاملة. في هذا الفصل هناخد ازاي بنحدد التوازن في السوق، ايه هي اثر التغيرات في الطلب والعرض على توازن السوق. تحديد ثمن التوازن في سوق المنافسة الكاملة، بيتحدد التوازن في السوق عندما يتلاقى أو تتلاقى رغبات البائعين مع رغبات المستهلكين في سوق السلع. البائع هو اللي بيمثله منحنى العرض، والمستهلك بيمثل منحنى الطلب. فإذا بيحدث التوازن لما الطلب يتساوى مع العرض، الاتنين بيقابلوا بعض في السوق عشان يتفقوا على ثمن معين وكمية معينة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول. الجدول اللي أمامنا دلوقتي بيعرض الثمن والكميات المطلوبة والمعروضة عند أسمان مختلفة، فنجد ان في علاقة عكسية بين التمن والكمية المطلوبة. فنلاحظ ان من الجدول ان التمن لما كان 10 كانت الكمية المطلوبة 100، وبانخفاض التمن ل8 جنيه الكمية المطلوبة زادت ل120، وهكذا مع انخفاض التمن الكمية المطلوبة بتتزايد. اما الكمية المعروضة ففي علاقة طردية بينها وبين التمن، فكل ما التمن بيقل كل ما الكمية المعروضة بتقل. فنلاحظ ان التمن لما كان 10 جنيه الكمية المعروضة قلت او اصبحت 180، ولما التمن قل ل8 الكمية المعروضة قلت، وهكذا. طب كيف يتحدد التوازن في السوق؟ يتحدد عندما تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة. فلو بصينا في الجدول أمامنا هنجد إن الكمية المطلوبة تساوت مع الكمية المعروضة عند 140 وحدة، وبذلك تبقى هي دي نقطة التوازن، وعندها سعر التوازن هو سعر 6 جنيه، ويكون فائض المستهلك 0. أي سعر أكبر من سعر التوازن ده معناه إن في فائض في السوق، لأن هنجد إن الكمية المطلوبة أقل من الكمية المعروضة. فنلاحظ عند سعر 10 جنيه إن الكمية المطلوبة 100 والمعروضة 180، فإذا في فائض في السوق 80 وحدة. وأي سعر أقل من سعر التوازن، يعني عند 4 جنيه مثلا، نجد إن الكمية المطلوبة 160 والكمية المعروضة 120، فهنا يوجد فائض في عجز سالب 40 وحدة نتيجة انخفاض الكمية المعروضة عن الكمية المطلوبة. نعبر عن ثمن التوازن ازاي في السوق. انا اجد ان منحنى الطلب المنحنى ط بيتلاقى او يتقاطع مع منحنى العرض ع في النقطة نون، فهذه هي نقطة التوازن. وعندها يتحدد سعر التوازن 6 جنيه، وكمية التوازن 140 وحدة، وهي الكمية المطلوبة والكمية المعروضة، وهما تساوى عند 140 عند سعر التوازن. ويلاحظ من الشكل ان اي نقطة اعلى من نقطة التوازن نون فوق تعني وجود فائض في السوق، واي نقطة اقل من نقطة التوازن تعني وجود عجز في السوق بسبب ان الكمية المعروضة اقل من الكمية المطلوبة. اثر التغيرات في الطلب والعرض على توازن السوق، ايه اللي ممكن يحصل لو الطلب اتغير زاد او قل على ثمن التوازن؟ اول حاجة عايزين نعرف ايه هو اثر تغير الطلب مع ثبات العرض، يعني الطلب زاد او قل. يؤدي زيادة أو انخفاض الطلب إلى تغيير ثمن وكمية التوازن، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي. هنجد في الشكل إن أدي ثمن التوازن عند النقطة نون اللي هو تقاطع منحنى الطلب مع العرض، تحدد السعر ويتحدد الكمية. ففي حالة زيادة الطلب، لو الطلب زاد أي منحنى بيزيد لازم ينتقل منحنى الطلب بالكامل جهة اليمين، فينتقل إلى طه واحد فيتقاطع مع العرض في نقطة جديدة نون واحد، فده هيؤدي لارتفاع الثمن إلى سه واحد. وعند انخفاض الطلب اي منحنى طلب بينخفض او اي منحنى بينخفض بينتقل جهة اليسار، فالطلب هنا لو انخفض هينتقل جهة اليسار الى طه 2، وبالتالي يتقاطع مع العرض في النقطة نون 2، فهذا هيؤدي لانخفاض الثمن الى سه 2 وانخفاض الكمية المطلوبة والمعروضة او كمية التوازن الى كاف 2. من الممكن برضو ان احنا ناخد أثر تغير العرض مع بقاء الطلب على حاله، لو العرض زاد أو قل. العرض أيضا لو زاد هينتقل منحنى العرض بالكامل جهة اليمين لعين واحد، فده هيؤدي لانخفاض الثمن وزيادة الكمية التوازنية. وفي حالة انخفاض العرض هينتقل منحنى العرض بالكامل جهة اليسار إلى عين 2، هذا سيؤدي لارتفاع الثمن في السوق ثمن التوازن وانخفاض كمية التوازن إلى كاف 2. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع ثمن التوازن في السوق، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.